إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طلع من قصد سفير دلوقتي حالا شقف سيدي جابر. سيدي جابر على المشير شايف البحر، على شارع المشير شايف بحر. شقتني غرفتين ورسبشن 90 متر، 3 عدادات وتليفون أرضي، كهرباء، عدد كهرباء أهو، عدد الكهرباء بتاعنا، وعدد غاز، وعدد مية. ده مدخل باب الشقة كده. شقة 90 متر، 3 غرف ورسبشن، غرفتين ورسبشن، آسف، غرفتين ورسبشن وحمام ومطبخ. الشقة كلها على الشارع، مفيش حاجة على منار. أول ما دخلنا كده، ده الريسبشن، ده الأنتري بتاعنا والبلكونة. أيوة صح. زي ما احنا شايفين كده البحر بوضح جدا، البحر ومستشفى القاهرة صباحا. سيدي جابر يعتبر خطوة محتوطة البحر زي ما احنا شايفين كده. شايف البحر وشايف فيو حلو جدا ان شاء الله. الشقفات دي برضه حاجة، دي غرفة رقم واحد. غرفة أطفال شايفة، وده شباك برضو شايف البحر، ده شباك اللي هو برضو شايف البحر، الشباك ده شايف البحر برضو. غرفة مستريحة كبيرة ما شاء الله، شايلة سدادين وكومودينو ودولاب سريحة والشاشة بتاعتنا. دي أول غرفة، غرفة على الشارع برضو، الغرفة دي على الشارع والغرفة التانية على الشارع. وده الريسبشن اهو كله على بعضه، وده الريسبشن زي ما احنا شايفين، الريسبشن كله على بعضه اهو كده. وباب الشقة ده اللي قدامنا اهو زي ما احنا شايفين كده. ده الريسبشن كله كده على بعضه، قطعتين شركة تتم مستريح الريسبشن. الغرفة هي بتاعتنا الأولى، وادي زي ما احنا قلنا ايه الفيو بتاعنا، ده الفيو بتاعنا أول الشقة. البلكونة الكبيرة بتاعتنا خالص يعني. يبقى كده اتفرجنا على غرفة، وده الريسبشن، الشقة فيها 3 عدادات، ده الريسبشن كده زي ما احنا شفناه، الريسبشن كده ده المدخل بتاعنا. الشقة كلها على الشارع زي ما قلنا، الطرق التوزيع شارع المشير من هنا على طول، نخش كده المطبخ بتاعنا، مطبخ كامل، وادي الحمام، حمام كبير ما شاء الله، حمام كبير. الأهيال برضو وهي دي غرفة الرئيسية، دي شايفة شارع المشير رأسا،
شغلنا 90 متر غرفتين كبار وريسبشن قطعتين كملت عدادات وفيها تليفون أرضي ثلاث عدادات كهرباء ومية وغاز وعدادات سيدي جابر اسكندرية سيدي جابر أسانسير في كاميرات مراقبة شارع المشيرة ده شارع المشيرة شارع المشير الشقة شايفة البحر بوضوح زي ما شفنا في أول الفيديو يعتبر شارع المشير زي ما احنا قلنا طبعا العمال دي مش هتطلع اصلا يعني العمال دي كلها مش هتطلع صعب جدا تطلع خالص يعني دي الغرفة اهي بتاعتنا ادي الحمام اهو ادي المطبخ احنا كده صورنا كل حاجة كله شايفين اهو كده بدي الريسبشن اهو كله كامل بدي الغرفة التانية اللي احنا قلنا عليها بدي الغرفة التانية على الشارع برضو وادي الفيو بتاعنا البحر اللي احنا شفناه في الاول فيو بحر وشقة مصطفى كامل شقة ومستشفى القوات المسلحة اللي اشتري جايب شايفة بحر بوضوح جدا يعني